دكتور زكريا، إذا انتهت مهلة الإكواس يوم أمس والجميع يتساءل هل ستشن عملية عسكرية أم لا في النيجر؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. يعني نعم، بالفعل المهلة المحددة من قبل إكواس والتي أعلنت في يعني أواخر يوليو الماضي انتهت، ولكن إذا كنا نتحدث عن السيناريوهات المحتملة يعني خلال الآونة المقبلة، يعني التدخل العسكري ربما لا يكون الخيار يعني الوحيد، قد يكون هناك سيناريوهين آخرين. قد نكون أمام سيناريو متعلق بتمديد المهلة الزمنية. صحيح هذا السيناريو في حال حدوثه سوف يعني يفهم من قبل منفذو الانقلاب العسكري على أنه بمثابة تراجع في الموقف الحاد لإكواس، ولكن يعني قد يحدث هذا الأمر، هو أمر غير يعني مستبعد حفظا لماء الوجه وعدم الانخراط في البدائل غير مأمونة العواقب. السيناريو الثاني يعني غير الخيار العسكري يتعلق ب يعني وضع خارطة طريق انتقالية، يعني ستتضمن على بعض الترتيبات ل يعني إعادة الدولة إلى النظام الدستوري، وقد تشمل على يعني إجراءات تخص ضمانات بشأن الإفراج عن الرئيس يعني رئيس النيجر محمد بازوم، وربما تحديد إطار زمني للمرحلة الانتقالية ب يعني نحو 18 شهرا، يعني قد تصل المدة إلى نحو 24 شهرا. سيناريو التدخل العسكري هو يعني ليس سيناريو مستبعدا، ولكنه يعتبر بمثابة ملاذ أخير في البدائل المطروحة أمام يعني إكواس. وتابعنا أنه إكواس يعني في بعض الحالات السابقة منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي لجأ بالفعل إلى تفعيل الخيار العسكري، لكن بيلجأ لهذا الخيار في حال إذا تم استنفاذ مختلف بدائل التسوية السلمية. نعم. يعني في البداية إكواس بيقوم بإرسال بعثات سياسية إلى الدول التي تشهد أزمات، يحاول أن ينشئ قنوات اتصال. وبالمناسبة يعني إكواس في العام 2010 يعني أرسل وفدا سياسيا لحل يعني الأزمة عندما تم إجراء تعديل من الرئيس يعني مامادو تانجا في العام 2010، وحاول تعديل الدستور يعني لتمرير ولاية رئاسية ثالثة. كان موقف إكواس أنه أرسل بعثة سياسية بقيادة الرئيس النيجيري الأسبق الرئيس أبو يعني عبد السلام أبو بكر، لكن في هذه المرة يعني الوفد السياسي الخاص بإكواس الذي توجه إلى النيجر يعني لم يعد بنتائج يعني مرجوة، نظرا لأنه عبد الرحمن تياني منفذ الانقلاب العسكري لم يلتقي يعني مع يعني الوفد السياسي، وبالتالي قد نشهد يعني احتمالية للجوء لتفعيل الخيار العسكري من قبل يعني إكواس. حدث هذا في جامبيا في العام 2017 ضد الرئيس يحيى جامع، ويعني تمكين الرئيس أداما بارو من يعني تولي مهام الحكم. شهدنا أيضا تدخل في يعني كوت ديفوار يعني ل يعني تنصيب أيضا وتمكين الرئيس الحسن وطارة ضد الرئيس لوران غابو في كوت ديفوار في العام 2010. شهدنا أيضا في يعني في ليبيريا في مطلع التسعينات وحتى عام 98، في عام 98 شهدنا تفعيل الخيار العسكري أيضا في سيراليون. هناك حالات عديدة، ولكن يجب أن يعني نلحظ أن هذه المرة تختلف على مستويين رئيسيين. المستوى الأول حالة الانقسام الكبيرة بين الدول الأعضاء في إكواس ودول الجوار تجاه تفعيل الخيار العسكري، يعني على سبيل المثال مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري هي من الدول التي تعترض وأعلنت ذلك مباشرة يعني ضد تفعيل الخيار العسكري من قبل إكواس، بل أصدرت مالي وبوركينا بيانا مشتركا يؤكد على أن وقوع أي اعتداء يعني على النيجر يعتبر بمثابة إعلان حرب على كلا الدولتين. نعم. في الجهة المقابلة لدينا دول بتدعم الخيار العسكري في حال إذا ما تم تفعيله، يعني على رأسها دولة السنغال، يعني بعض الدول الأخرى، لكن بيضعف من يعني أو بي يعني بيواجه هذا السيناريو تحديات، لأن نيجيريا وهي الدولة القائدة في إكواس، مجلس الشيوخ في نيجيريا منذ أيام قليلة يعني تحفظ أو لم يؤيد أنه نيجيريا تشارك بقوات في هذه العملية العسكرية. نعم، ولكن وبالتالي في حالة لكن من لكن يعني دكتور زكريا، رئيس مثل ما أشرت رئيس إكواس هو رئيس نيجيريا بولا تينوبو، وهو تولى رئاسة المجموعة منذ فترة قصيرة. هناك من المحللين
من يرون بأنه ربما قد يكون حريصا على ترك بصمة وإظهار بأنه رئيس قوي ولا يستهان به في المجموعة، بالتالي يذهب باتجاه تنفيذ العملية العسكرية. نعم يعني صحيح، يعني كما تفضلت حضرتك بمسألة أنه هو الرئيس الحالي بالفعل لإيكواس، ويعني يحاول أن يدفع بهذه العملية العسكرية إلى الأمام بعد تعثر الجهود الدبلوماسية، ولكن أنا أتحدث عن الظهير الشعبي. هل هناك ظهير شعبي داعم للقرار يعني بولاتينوبو في نيجيريا؟ هل مجلس الشيوخ في نيجيريا لديه موافقة على هذا القرار؟ أعتقد أن هناك يعني حالة من يعني عدم التجاوب بشكل إيجابي مع هذا القرار حتى وإن كان متخذا من الرئيس النيجيري. هذا من ضمن الصعوبات أعتقد، لأن نيجيريا تمتلك يعني 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 قوام عسكري جيشها يصل إلى نحو 135 ألف جندي. نعم، لكن هناك من يقول بأن جيش نيجيريا منهمك بالفعل في مقاتلة بوكو حرام وأيضا بعض الجماعات المتطرفة التي انتشرت في العديد من الولايات في الدولة، بالتالي أي دور أو مشاركة للجيش النيجيري في النيجر المجاورة قد يشكل تحديا كبيرا بالنسبة له في هذه المرحلة. نعم صحيح، يعني وهذا هو الطرح الذي طرح من قبل يعني الأنصار القائلين بعدم التدخل عسكريا في النيجر. يعني مجلس الشيوخ كما ذكرنا الشارع في نيجيريا يتحفظ ربما للسبب الذي ذكر منذ قليل، وهو أن نيجيريا تعاني من التهديدات والمخاطر الإرهابية لجماعة بوكو حرام، ارتكاز عملياته لهذه الجماعة وتصاعد في عملياتها منذ العام 2009، وباتت جماعة بوكو حرام تنفذ أيضا منذ العام 2014 يعني تهديدات أو عمليات إرهابية في كل من النيجر وتشاد والكاميرون، وبالتالي فهناك مخاوف من أن الجيش بالفعل هو محمل بأعباء لمواجهة التهديدات الأمنية، لماذا تضاف أعباء أخرى جديدة؟ لا ننسى أيضا في هذا الإطار ونحن نتحدث عن التحديات التي يعني من المحتمل أن تواجه العملية العسكرية في النيجر في حال اللجوء إلى هذا الخيار، هي أن النيجر دولة صغيرة، يعني دولة ليست صغيرة من حيث المساحة، يعني مساحة النيجر في حدود يعني 1.2 مليون كيلومتر مربع، تصنف من أكبر الدول في إقليم غرب إفريقيا، وبالتالي مثلا هي تختلف عن دولة جامبيا التي شهدت تدخلا من إيكواس في العام 2017، لأن جامبيا دولة جيبية يعني دولة يعني موجودة داخل السنغال. هناك أيضا إشكالية في رأيي يعني ستعترض هذه العملية العسكرية، وهي حالة الانقسام الدولي والإقليمي حول قرار تفعيل الخيار العسكري إقليميا. كما ذكرنا ليس هناك توافق، يعني دولة الجزائر على سبيل المثال تدعم الحوار وتدعم موقف روسيا والصين في إقامة قنوات اتصال بين الطرفين، شكرا لك. في حين أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يدعموا التدخل العسكري من قبل إيكواس. شكرا لك من القاهرة الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية.